في الطابق الثالث من مجمع الأوزاعي للاجئين السوريين اندلع حريق كبير امتد إلى الغرف الخمس المجاورة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال سوريين بجروح طفيفة، هم سلافة إبراهيم سلوم 12 سنة، فاطمة خالد سلوم، وشيرين مصطفى سلوم 10 سنوات، بالإضافة إلى عنصر من الدفاع المدني نقلهم الصليب الأحمر إلى أحد مستشفيات صيدا. طبعا الاسباب الاوليه مبينه انه ماس كهربائي. فرق الاطفاء التي حضرت على الفور سيطرت على السنه النيران ومنعت امتداد الحريق، مع الاشاره الى ان هذا المجمع هو من اكبر مجمعات اللاجئين السوريين ويضم 989 شخصا.